وقت تفتقر فيه ولاية عنابة لعديد المرافق الترفيهية، تفضل العائلة العنابية التوجه لنادي الفروسية الواقع بعين عشير بالجهة الشرقية للولاية، هنا وبالقرب من الواجهة البحرية. اختارت هذه الأخيرة هذا المكان لممارسة رياضة الخيل وقضاء أمتع الأوقات. مكان مخصص للعائلات، ومكان ايضا للترفيه والسياحه والفن. بيان سور لازم نجيبهم لهنا الكلوب ديكيتاسيون، حاجه مليحه وحاجه فيها امان وترفيه، والطفل يكون مع الطبيعه من نفس الوقت، لانه في المكان الغابه ورانا حلوه ياسر. البعد عن ضوضاء المدينة جعل من نادي الفروسية الوجهة المفضلة لعشاق الطبيعة والمناظر الخلابة التي تستقطب المواطنين من مختلف الفئات العمرية لشرائح المجتمع. شاك فوندردي اونفيان هنا للمكان هذا نلعبوا نفرحوا ارواحنا شويه بويسكون با دوتر ليو دو لوازير. اللمة العائلية هنا لا تكتمل إلا مع دندنة وإيقاعات الملوف العنابي ووصلات غنائية. كل جمعة نعملوا القعيدة هذه تاع بور لي فامي فاميليات تاعنا، والفنانة كل فنان يجي يغني على روحه. بالرغم من سحر نادي الفروسية، إلى أن المواطن العنابي سجل نقائص عدة تتطلب التفاتة جادة من قبل السلطات المحلية. نتمنى وإن شاء الله من السلطات أنها تشوف للأماكن اللي كيما هكا مليحة لينا ولأولادنا، وإحنا نحبوا نتنفسوا في الويكاند وما لقوش أماكن. ومكان جميل محتاج صراحة للصيانة. هو إذن مقصد وقبلة للعائلات التي تأمل من السلطات الوصية التحرك لاستدراك النقائص التي يعرفها هذا المرفق الترفيهي.